وما حكم الدين في دبلة الخطوبة؟ هل هي من الإسلام أم أنها بدعة وحرام؟ هناك عادات كثيرة قديمة وحديثة في التعبير عن ارتباط شخصين بالزواج قبل العقد أو قبل الزفاف، ومنها لبس الخاتم أو الدبلة، كما أن اللبس نفسه له إصبع معينة وله وضع قبل الزفاف وبعد الزفاف. ولهذا الخاتم أو الدبلة قصة ترجع إلى آلاف السنين، ويقال إن أول من ابتدع ذلك الفراعنة، ثم ظهر ذلك عند الإغريق. وقيل إن أصلها مأخوذ من عادة قديمة، هي أنه عند الخطبة توضع يد الفتاة في يد الفتى، ويضمهما قيد حديدي من خروجهما من بيت أبيها، ثم يركب هو جواده وهي سائرة خلفه ماشية مع هذا الرباط حتى يصل إلى بيت الزوجية. وعادة لبسها في بنصر اليسرى مأخوذة من اعتقاد الإغريق أن عرق القلب يمر في هذا الإصبع، والمسلمون أخذوا هذه العادة بصرف النظر عن الداعي إليها، وحرصوا على أن يلبسها الطرفان ويتشاءمون إذا خلعت أو غير وضعها، وهذا كلام لا يقره الدين. إن لبس الخاتم في حد ذاته ليس محرما، حيث لم يرد نص في التحريم، ولم يقصر التشبه بالكفار، فالتشبه ممنوع، وبخاصة إذا كان في معنى ديني لا يرضاه الإسلام. فإن كانت الدبلة من فضة فلا بأس بها للرجال والنساء، أما إن كانت من ذهب فهي حرام على الرجال حلال للنساء، وذلك لعدة أحاديث وردت في ذلك. أما إن كانت من غير الذهب والفضة فلا حرمة في لبسها مهما غلا ثمنها، ونرجو عدم المغالاة فيها قبل أن يتم العقد، تلافيا للخلافات التي تحصل عند عدم الموافقة على الزواج. والله أعلم.